السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي جميلة بريستيج. كما كتشوفوا معايا هذا الموديل ديال هاد الجليبة في الكحل نص الطوق، كما وعدتكم البنات وكما يعني كنتو طلبتوا مني انني اي جلابة خدمتها في هذا رمضان هذا نحطها ونوريها لكم كموديل، كأنكم تختاروا كالوان ك يعني طريقة في الفصالة او في الخياطة او في الخدمة. هذا الموديل مخدوم بالتراسن اللي هما ها مرقاق ماشي كابلي. هذا صراحة هاد الخدمة شوية صعيبة في الخدمة، كتمحن ولكن كتجي زوينة وأنيقة، انها كتحسب بحال خدمة يعني مخزانية وخدمة اليد ماشي. هنا عاوتاني هما الطراسن راهما جوج كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، هذا البنات راه الدرس وبالطراسن ها هو باش يبان، معرفتش غيبان ليكم يعني اللي شافوه ما غيقولش راه درس ولكن راه درس. هذا كان زمان صراحه، دابا ارجع ها هو انا دابا غيبان لكم انيق جدا، كتحسي بحال راندا مخدومه. الكيانه اختارت انها تدخل هاد الحجيرات هادو في البوردو كيف ما كتشوفوا معايا ها هما، وصراحه جاز زوين، انا كنحيي على الذوق ديالها. المهم دارتو عريض كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما الدريس كيف كيجري، جا مخدوم بالسفيفة والتراسن كيما كتشوفوها هما التراسن اللي كيجيو بحال السبولة. شي نهار ان شاء الله نوريكم الطرس كيفاش كنخدمهم. وهاد الدريس ها هو كيما قلت لكم يعني صراحة كيجي انيق. البياسة مخدومة بنص الطوق كيما قلت لكم بلا قاد، الفتحة جات لتحت هلا. ودابا غنخليكم مع الموديل الثاني والاستعراض الثاني ديالي ان شاء الله. الموديل الثاني البنات او الاقتراح الثاني ديالي اللي غنقترح لكم في هذا الفيديو هو هذا الموديل هذا الصيفي كما كنسميوه جلابه عصريه، يعني ما دخلاش فيها السفيفه. بعض المرات كتكون سامبل، بعض المرات كندخلوا ليها صديفات كما كتشوفوا ها هما الصديفات. كنبقاو مثلا كنعبروا واحد العبار وكنهبطوا عاوتاني لتحت ونديروا جوج صديفات، ونهبطوا عاوتاني شويه لتحت ونديروا جوج صديفات. وهو بحال هكا يعني تقريبا انا درت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اللي درت في الجلابة، ودرت جوج في الكمام، وهنا عاوتاني في الكمام يعني 12 صدفة اللي استعملت في هاد الجلابة. القب كما كتشوفوه راه عادي جدا، داير غير اللولي ديالو عادي كذلك كما كتشوفوا معايا هنا. فوالا هانتوما القب جا عادي صغير في صالة يعني عادية هرومية كما كنسميوها او عصرية. جات ايفازي من التحت هيا. نتمنى كذلك هذا الاقتراح يعجبكم. مولاتو اختارت انها دير هذا اللون ديال الطايتي او التوب ديال الطايتي غير يعني تخدم به في هذا الصيف هذا ان شاء الله. نتمنى ان هذا الموديل كذلك يعجبكم، يكون من الاقتراحات الخفيفه الناس اللي كيبغيو هاد التويبات الخفاف سامبل يعني بلا ما يكثروا عليهم من السفيفه ولا التراسان او الكابلي، يعني ساهل يخدموا غير يديروا لهم غير بحال هكا جلابه عصريه كما كنسميوها بالصديفات او بلا صديفات. ممكن هنا نغلفوا القب بالنسبه للناس اللي كيبغيو يغلفوا القب، راه ممكن اننا نغلفوا القب. انا صراحه ما جاتش ليا التوب داكشي علاش ما غلفتش القب. هذا مكان الكميمات هما كما كتشوفوهم راهم سليم عاديين يعني كيجيو شويه مقبوطين ماشي بزاف شويه. وهذا هو الاقتراح ديالي. مرحبا باي تساؤل طبعا كالعاده. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائده للجميع كما كنقول لكم دائما. ما تنساوش التعليق، ما تنساوش لي كومونتير، اكيد اكيد طبعا اشتراككم في قناتي كيزيدني اكثر وكيزيدني انني يحفزني اكثر على انني نحط لكم فيديوهات اكثر او الخدمه اللي كنحط نستعرضها معكم. نتمنى هذا الموديل ينال اعجابكم، وكانت معكم جميله على قناتي جميله بريستيج.